بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. يا مبعوث نور الدنيا أشرقت، يا مبعوث من الأصنام طهرتها، يا مبعوث خلق الحسن جسدت، يا مبعوث خلق الحسن جسدت، يا مبعوث أشرق بدر بسط الأرض، خاتم دار الأنبياء، رب خلاق أطهر شخص مشتاق لسيم ضياء، آدم دار بخفر الثني متوسنا عن ياه. يا مولود نور العرش يا رجال، يا مولود وعلى الخلق نصبت، يا مولود ونقلع الذمات، يا مولود ونقلع الذمات، يا مولود يا مبعوث نور الدنيا أشرقت، يا مبعوث من الأصنام طهرت، يا مبعوث خلق الحسن جسدت، يا مبعوث خلق الحسن جسدت، يا مبعوث كل الملك أسجد أمور، كل من أخذ نصيبه كأس العريش، هذا الأمر مشهد صعب رهيب، كل الملا اكتشفه صلوا على حبيبه، بس النذير جن الحق ليس الرفا غريبة، والدحقة صابر بالدحقة قاصدي طيبة، وسبي دحقة يعرف هو ايش يعمل بالدحقة، يعرف هو ايش يعمل بالدحقة، يا مبعوث نور الدنيا اشرقت، يا مبعوث من الاصناف طهرت، يا مبعوث خلقنا حسن جسد، مبعوث خلقنا حسن جسد، مبعوث كل اليهود تنبئت يا سيدي بدومك، احتاروا بشكل الوصف مقدمك، يا يوم ابو بكر الفياحي عرفوا لان تحمل معلومة، الطهر الدين في كل وجه، هذا ولي من رسومك، ولا ديان تحت الإسلام تتوحد، لا ديان تهدف أصنام كل مذهب، لا ديان خلي منهجك يشرق، لا ديان خلي منهجك يشرق، لا ديان يا مبعوث نور الدنيا أشرقت، من الأصنام طهرت، يا مبعوث خلق الحسن جسدت، يا مبعوث ليلة دهان وكل فرح يا سيدي والسرور، قيم المجالس حضرتك ونهني بل الشوق، فرحانة يا سيد الرسل انت الأمين، تغنت بقدومك سيدي أكمل لحن شروطه، ونشبال كل أجحان جادوها، نشبال حسن وفرة قالوها، نشبال غاية اللي حملوها، نشبال غاية اللي حملوها، يا مبعوث نور الدنيا أشرق، يا مبعوث. عليك عليك عليك.